ما بين الألوان الهادئة والصاخبة، الأحجام الكبيرة والصغيرة، الأشكال المنتظمة والقطع المزخرفة. تتنوع استخدامات السيراميك سواء للحوائط أو المطابخ ودورات المياه، حيث يتربع السيراميك على عرش الاختيارات في مجال الديكور والمطابخ والإكسسوارات والأرضيات، فتتعدد ألوانه وتصاميمه التي تميزه عن غيره وتجعله يناسب كافة الأذواق، كما أنه يتميز بالصلابة وقوة التحمل، مما يجعله من أهم الاختيارات في عالم الديكور. ولكي تميز بين أنواع السيراميك الجيدة والغير جيدة، يجب أن تعرف كيف تتم صناعة السيراميك ومما يتكون. فالسيراميك يتكون من مواد أساسية تتواجد بوفرة في الطبيعة، وهي الرمل والطين والفلسبار. أما الفلسبار فهو مجموعة من الأملاح المعدنية التي لها تركيب مشابه، وهي العناصر المشكلة للصخور، وهي تشكل 60% من تكوين القشرة الأرضية. إذن فالمواد الخام للسيراميك متوفرة بكثرة. في إمارة الشارقة الباسمة وتحديداً في المنطقة الصناعية 13، تأسست شركة السيراميك العامة على يد رجل الأعمال الإماراتي زياد خير الله عام 1978، وبدعم وتوجيه من حكومة الشارقة، حيث استطاع مصنع السيراميك الحصول على شهادة الآيزو من خلال التزامه بالمعايير العالمية، وبذلك استطاع التعامل مع الأسواق الخارجية بكل سهولة. شركة السيراميك العامة شركة مساهمة خاصة، تأسست سنة 1978 بدعم وبمساهمة خاصة من سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد وحاكم الشارقة، وبحكم توجهه للقطاع الصناعي ومن ثم دعم القطاع الصناعي وتوجيه جميع الجهات المعنية بدعم هذا القطاع، والحمد لله اليوم الشارقة من أكبر الإمارات الصناعية في الدولة والمناطق الصناعية. بخصوص المصنع، الحمد لله احنا مصنع صار لنا تقريبا 44 سنة، ومنتجاتنا اولا مواصفات بريطانية وحاصلين على الآيزو 9001 في 2015، مما سهل علينا التعامل مع الأسواق الخارجية بكل سهولة لالتزامنا بالمعايير البريطانية. والحمد لله اليوم عندنا 70% من إنتاج المصنع للسوق البريطاني، وعندنا السوق الأسترالي النيوزيلندي، وعندنا عميل جديد اللي هو السوق الأمريكي، من أكبر الأسواق ما شاء الله عندنا الحين مع السوق الأمريكي. بدأ تطوير المصنع بداية كان العمل اليدوي، من 2008 بدينا جددنا خطوط الإنتاج بمعدات وماشينري جديد، يعني مما سهل عمل العمال وزيادة الإنتاج. إذن هذا المصنع عالمي، من الرائع أن تصل صناعات الشارقة إلى الأسواق البريطانية والأسترالية والأمريكية، وأيضاً بكل تأكيد الأسواق المحلية والخليجية. أعتقد أنكم تشوقتم بما فيه الكفاية لتدخلوا معنا مصنع السيراميك وتروا كيفية صناعة السيراميك من مغاسل ومطابخ وتصاميم أخرى.
داخل هذا المصنع يوجد عدة مراحل لصناعة قطع السيراميكا. أولاً يتم صناعة قالب من الجبس من خلال قالب آخر يسمى نموذج، أو كما هو متعارف عليه بين العمال هنا بموديل. هذا هو الموديل، وهذا أيضاً موديل، وهذا موديل، وهذا موديل، أو كما ذكرنا وكما سنكمل حلقتنا بنموذج، تشجيعاً للغتنا الجميلة. هذه آلة معبأة ببودرة الجبس، حيث يتم تعبئة هذا البرميل، ثم بآلة الخلط هذه تكتمل العملية ويصبح الجبس جاهزاً للصب. يقوم هؤلاء العمال بتجهيز النماذج سواء كانت مغاسل أو أحواض أو مراحيض أو إكسسوارات، ويتم تصميم هذه النماذج من خلال مهندسين متخصصين في تصميم الديكورات، حيث يعمل هؤلاء المصممين على مواكبة التطور واختراع تصاميم وموديلات جديدة كل فترة محفوظة الحقوق للمصنع. هذه الفتحات لملء الفراغات داخل القوالب أثناء عملية الصب الرئيسية، والمقصود بعملية الصب الرئيسية هو صب السيراميك وليس الجبس، فهنا الجبس هو عبارة عن قالب فقط. يقوم العمال بتنظيف النماذج حتى لا يظهر أي عيوب أثناء صب الجبس. وهنا يتم وضع الحديد داخل النماذج لتثبيت قالب الجبس وإعطائه متانة وقوة. الآن يتم إغلاق النماذج وسد أي فتحات أخرى على الجوانب من خلال طين مخلوط مع الفايبر. كما نرى يتم صب النماذج بمادة الجبس التي تم تجهيزها قبل قليل. بعد هذا الاهتزاز نتأكد بأن كل الفراغات امتلأت. بعد عملية الصب يجب الانتظار من ساعة إلى ساعتين حتى يصبح قالب الجبس جاهز، ومن خلال الضرب الخفيف على النموذج نتمكن من إخراج قالب الجبس من النموذج. وكما ترون هذا هو شكل القالب. ننتقل الآن إلى المرحلة الثانية وهي صناعة السيراميك. هذه هي المواد الخام للسيراميك كما ذكرنا سابقاً، وهي الرمل والطين والفلسبار. يتم نقلها إلى ماكينات الطحن التي تعمل على طحن هذه المواد وخلطها مع بعضها داخل هذه البراميل الضخمة.
يتم صب المواد المطحونة أو المواد الخام وهي السيراميك في قوالب الجبس التي تم صنعها قبل قليل. بعد صب السيراميك ورؤية الشكل النهائي لقطع السيراميك هذا، سواء كانت مغاسل أو مراحيض أو أحواض أو إكسسوارات، تأتي مرحلة الفحص الأولى. مرحلة الفحص الأولى هذا، والتي يتم من خلالها التأكد من خلو القطع من أي عيوب كحفر أو زوائد ناتجة من عملية الصب. في حال وجدت أي عيوب، يتم صيانتها على الفور. بالنسبة بعد ما نخلص القالب ويطلع من الصب بتاعه، بنجيب حاجة اسمها صنفرة، بنحاول إن احنا نصنفره كله بحيث إن احنا ما يكونش فيه أي بور فينش، أي زوايا ركنة. الخرام بتاعته بنعيد عليها على التشيك بتاعها كله، بحيث ان احنا ما يكونش في عندنا اي في حاجه اسمها الرابر ده اللي هو الخرام اللي بتبقى في الدبليو سي نفسه، تمام. فبنشيك عليها بحيث ان احنا لو في حاجه واقعه بنصلحها. يعني بالنسبه عندنا القالب لو في اي خطوش، بنحاول ان احنا بقدر الامكان نعالجها. عندنا ماده بنعالج بيها، بنصنفرها كويس جدا وبنحطها على قالب سيطر وندخله لدرجة الحرارة بتاعته بحيث ان هو يكون ملتئم تماما مع الدبليو سي، سواء كان دبليو سي او سواء كان حوض او ايا كان هو ايه اكسسوارز. مرحلة الرش، وهي مادة زجاجية تسمى الجليز، غير منفذة للماء، تعطي لمعانا لقطع السيراميك وقوة وصلابة. يتم تغطيس قطع السيراميك الجاهزة في هذه المادة حتى يتم وصولها إلى جميع المناطق التي يصعب الوصول لها، ثم يتم رشها مرة أخرى. هذه الآلة لتنظيف قطع السيراميك من الغبار، وهذه ساعة فحص المادة الزجاجية، حيث تقوم بفحص سمك وكمية المادة المرشوشة. مرحلة الحرق، الآن بعد فحص ورش قطع السيراميك هذا، يقوم هؤلاء الفنيين بتجميع القطع هنا في قسم الحرق أو منطقة الفرن. مرحلة الحرق باستخدام أفران كبيرة تعمل بالغاز الطبيعي، حيث يحرق السيراميك تدريجياً حتى لا يصدم بدرجة حرارة عالية ويتكسر. فأفران الحرق تكون طويلة، حيث تتعرض قطع السيراميك لدرجة حرارة منخفضة 100 أو 200 درجة مئوية، وتسمى مرحلة التسخين الأولى.
ثم ترتفع درجة الحرارة تدريجياً، والتي قد تصل ل 1200 درجة مئوية على أقصى تقدير، حيث تذوب طبقة الإغليز أو المادة الزجاجية التي تم رشها وتتفاعل مع قطع السيراميك وتصل لحالتها الصلبة التي نراها عليها في شكلها النهائي. فتخرج القطع من الفرن تدريجياً أيضاً، حيث تنخفض درجة الحرارة بالتدريج إلى أن تبرد بالكامل، ثم تخرج من الفرن. ولكي تتم عملية الحرق بشكل سليم، يجب أن تكون درجة حرارة الحرق من 750 درجة ل 1200 درجة مئوية، ويتم التسخين والتبريد بشكل تدريجي وفي جو بعيد عن الغبار. الآن مرحلة الفحص الأخيرة أو مرحلة الفرز، حيث يتم التأكد من صلاحية القطع بعد خروجها من الفرن بعد عملية الحرق، والتأكد من خلوها من العيوب، حيث يتم إعادة القطع التي بها عيوب تصنيع إلى قسم التحضير مرة أخرى. فهناك قطع يكون بها عيوب من حيث الألوان أو الرسومات أو حتى شكلها الهندسي ليس متناسقاً بالقدر الكافي، وهذا ما يسمى بالفرز، سواء كان فرز أول أو ثاني أو ثالث. هذه العملية تسمى مرحلة فحص ضغط الماء في المراحيض والمغاسل. مرحلة التغليف، وفيها يتم وضع القطع ضمن معايير السلامة حتى لا تتضرر أثناء النقل والشحن. وأخيراً مرحلة الشحن. وكما ذكرنا في بداية الحلقة بأن شركة السيراميك العامة تتربع على أقوى الأسواق العالمية في تصدير قطع السيراميك، وبدأنا بموديل واحد والآن عندنا 50 موديل يغطي جميع أذواق باحتياجات السوق. أما بالنسبة للبضاعة الموجودة لدينا فهي تغطي جميع مشاريع المستشفيات وذوي الحاجة في مواد خاصة بهم والمدارس
في عندنا مثلا برضو المراحيض اللي هي الاطفال التشايلد اللي هي الاطفال المراحيض الاطفال والمدارس هاي بيكون عندنا برضو، وفي المراحيض اللي هي العربي ايشن اللي هي الايشن دبليو سي موجود عندنا الباكج كامل بيكون معاها كل شيء تانكات مراحيض كل شيء نحن بنوفر سبيشال للمدارس او الجامعات او الحضانات بيكون عندنا كل هذه الاوفر. حجم الانتاج يعني 300,000 قطعة سنويا، السوق المحلي النسبة الكبيرة والتصدير نسبة 40%. المواد الخام منقاة من انجلترا والبرتغال وتركيا اللي هي الطين المزجج والكلي وتتم التصنيع في المصنع. تقريبا نحن نقدر نقول من كل موديل المرحاض عندنا 20 موديل او اكثر. نحن عندنا المنتجات اللي بالجوده العاليه اللي وردنا لكذا اماكن بشركات او بالاماكن دولي، غير المنتجات المراحيض نحن عندنا بعد اللي يكون باث تاب البانيو او شاورات اللي يكون شاورات بعد نحن عندنا بالموديلين اللي يكون بالشو اللي بيكون بالسيراميك واكريليك. وكل سنة نحن عندنا موديلات جديد كمغاسل وكمراحيض، وعندنا ضمان على الجودة على السيراميك 10 سنوات. نحن كسيلز عندنا مبيعات للناس اللي يكون داخل الدولة أو خارج الدولة حتى خارج الدولة، ونحن بعد موافقين على الشهادات الايزو اللي عندنا وبالجودة اللي عندنا بالأربعين سنة اللي نحن اشتغلنا في مجال أدوات صحية. بالنسبة للأكسسوارز نحن عندنا أكسسوارز مال الحمامات بيكون أكسسوارز اللي هي أشياء تبع الصابون والفرش الأسنان والمناشف والشلف اللي بتكون تحت المرايات، الأكسسوارز هاي كلها بتكون شاملة مع الباكج إز أيور. وبالنسبة للبيع بتكون بيع بالتجزئة، يعني إذا زبون يبى مغسلة أو مرحاض ما فيش مشكلة يعني، وفي أوردرات إذا أوردر كبير أوردر صغير نحن بنقدم كل شيء بيكون عندنا في المعرض. وبالنسبة للمغاسل عندنا في مغاسل أنواع بتكون مناسبة لكل الأذواق، في المغاسل اللي هي بتكون فوق الرخام أو في مغاسل تحت الرخام اللي هي الأندر كاونتر والأوفر كاونتر والتيبل توب، هاي كلها أذواق مختلفة. نحن عندنا كل الأذواق واللي يتمشى مع كل المراحيض والحمامات. كما أتوجه بالشكر الجزيل لقناة الشارقة على البرنامج الجميل هذا، وهذا يعتبر دعم للقطاع الصناعي وللصناعات الموجودة في إمارة الشارقة، بالتالي نقدر نوصل الرسالة لأكبر عدد من المهتمين في المنتجات المحلية. أنصح جميع المستثمرين المهتمين بالصناعة الاستثمار في إمارة الشارقة، حيث أن كل الخدمات والتسهيلات موجودة في الإمارة بأسرع الطرق وأسهل الطرق. وبالنسبة للمشاريع المحلية في الدولة الحمد لله أغلب الجهات الحكومية تتعامل معنا، أنجزنا مشاريع ضخمة وكبيرة من أكبرها طبعا الحرم الجامعي في إمارة الشارقة ومشاريع خاصة، وما زال الحمد لله نسبة من العملاء ما زالوا معانا أكثر من 25 سنة. فريق صنع في الشارقة يريد أن يشارككم معلومة أخيرة، من أين جاء اسم السيراميك؟ السيراميك اسم مأخوذ من كلمة كيراميكوس، وهي كلمة إغريقية معناها صانع الفخار، ويعرف أيضاً باسم الخزف، وتعتبر صناعة السيراميك فناً من الفنون الإسلامية القديمة التشكيلية، ومن أقدم الحرف في تاريخ البشرية. تابعونا في مصنع جديد ورحلة جديدة.